قال ابن الأثير في صفحة 451 في الجزء العاشر: ذكر طاعة أهل أذربيجان للتتر. ولقد وقفت على كتاب وصل من تاجر من أهل الري في العام الماضي قبل خروج التتر، فلما وصل التتر إلى الري وأطاعهم أهلها وساروا إلى أذربيجان سار هو معهم إلى تبريز، فكتب إلى أصحابه بالموصل يقول: إن الكافر لعنه الله ما نقدر أن نصفه ولا نذكر جموعه حتى لا تنقطع قلوب المسلمين، فإن الأمر عظيم. ولا تظن أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقة كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا. هذه كأنما التي اشتاعت البلدان، هذه سرايا استكشاف كما يبين هذا التاجر. يقول هذه فقط عبارة عن جسنبض، يريد أن يعرف ماذا عندكم من دفاعات. ويقولون التتار لا يعلمون ماذا في بغداد، فأرسل إليهم ابن العلقمي المعلومات، وبناء على المعلومات تحركوا. خرافة تيمية بامتياز. يقول: ولا تظن أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى إربل ودقوقا كان قصدهم النهب، إنما أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لا. فلما عادوا أخبروا ملكهم بخلو البلاد من مانع ومدافع، وأن البلاد خالية من ملك وعساكر. تعليق: في سنة 628 هجري تيقن التتار أن البلاد خالية من ملك وعساكر، أي أن خليفة بغداد وكل سلاطين دول الإسلام وعساكرهم لا اعتبار لهم عند التتار، ولا يمثلون أي قوة تذكر إلى المستوى الذي يعتبرون فيه البلاد خالية من أي ملك وأي عساكر. وهذا في سنة 628 هجري، فكيف إذن الحال في سنة 656 هجري؟ وكيف نتصور إذن وجود عاقل يقول أو يحتمل أن ابن العلقمي سبب مجيء المغول وسقوط بغداد وخلافتها؟ استفهام للعقول والإنسان وليس للحجارة والبهائم. يكمل: فقوي طمعهم وهم في الربيع يقصدونكم، وما يبقى عندكم مقام إلا إن كان في بلد الغرب كما تحصل الهجرة الآن، فإن عزمهم على قصد البلاد جميعها، يعني بغداد غير مستثناة يا أغبياء يا مدلسة يا داعشة الفكر والأخلاق. يكمل: فانظروا لأنفسكم. هذا يقول هذا مضمون الكتاب: فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله المستعان. انتهى ما اقتبسناه من الكامل لابن الأثير. وبهذا انتهى المقتبس موضع الحاجة، وبه انتهى أيضا تأريخ ابن الأثير إلى سنة 628 هجري. وبأحداث هذه السنة انتهى كتابه الكامل في التاريخ.